المدينة القديمة في ليوبليانا مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي وتجذب الكثير من السياح. معظم رواد تافيرنا تاتيانا من السكان المحليين. تدير تاتيانا جيليزنيك مطعمها منذ أكثر من 10 أعوام، وهو مطعم صغير به 4 طاولات فقط. فكرة المطعم هي تقديم طعام رفيع المستوى في أجواء لطيفة، كما أنني أخدم ضيوفي بنفسي دوماً، وهذا مهم جداً بالنسبة لي. تشتري الطاهية داريا تشيتش المكونات الطازجة يومياً، وستقدم لبرنامجنا وجبة لحم الغزال مع فطائر شتروكلي. تعتبر فطائر شتروكلي طبقاً وطنياً، إنها رقائق عجين تحضر في سلوفينيا منذ القرن 16. لهذه السوق سحرها، وجميع المنتجات قادمة من سلوفينيا، ويمكن للمرء شراء كل ما يشتهيه هنا. تعد لحم الغزال أولاً، ترش عليه الملح والفلفل، ثم تدهنه بالخردل. يضاف إلى اللحم توت العرعر، ثم يقلى لربع ساعة، ثم يضاف الجزر والبقدونس والبصل والثوم. يسكب النبيذ والمرق، تضاف إليه أعشاب الزعتر والغار والمردقوش. يطهى اللحم على نار هادئة لنصف ساعة. تحضر فطائر شتروكلي. يخفق البيض مع الزبدة، ثم تضاف الجبنة. يضاف السميد مع التحريك. لكل طباخ في سلوفينيا طريقته الخاصة في تحضير فطائر شتروكلي. يمكن تحضير شتروكلي مع التفاح والسكر، أما الجبن فيناسب جميع الأطباق تقريباً. يلف العجين ويغطس في مسحوق الكعك. تطهى لفائف العجين ببخار الماء ل20 دقيقة. يجفف العجين بقماش كتان ليكون للحرارة تأثير فعال، وهذه طريقة تقليدية عريقة. تؤخذ لفائف العجين من قماش الكتان وتقطع إلى قطع صغيرة. انتهى تحضير لحم الغزال مع فطائر شتروكلي سلوفينيا. صاحبة المطعم تقدم الوجبة شخصيا. نحن نشتري اللحم من الصيادين في غاباتنا المحلية، أما السمك فنحضره من البحر الأدرياتيكي، وأنا فخورة بأننا نعد في المطعم أطباقاً محلية تقليدية من هذه المكونات. إذن شهية طيبة.